يمكن نقول ان هناك قدر مشترك يعني طيب صح لغة يقول هل في قدر مشترك بين الخالق والمخلوق؟ الله موجود، أسألك الله موجود والمخلوق؟ الله موجود والمخلوق؟ الله عز وجل سميع بصير والمخلوق سميع بصير. ما معنى سميع بصير في الله وما معنى سميع بصير في المخلوق؟ ما قلت يليق أو لا يليق، ما معنى سميع؟ يعني يسمع الأصوات، وبصير يرى المبصرات. هذا في الخالق ولا في المخلوق؟ في الخالق والمخلوق. الله جل وعلا سميع بصير يعني يسمع ويبصر. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة. ما معنى المخلوق سميع بصير؟ يعني يسمع ويبصر. فالخالق سميع بصير يعني يسمع ويبصر، والمخلوق سميع بصير يعني يسمع ويبصر. لكن الفرق أن الله عز وجل سمعه وبصره يليق به، والمخلوق سمعه وبصره يليق به، لأن المعنى مختلف، المعنى واحد. والتفاوت والاختلاف في القدر والكيفية والماهية والحقيقة، فالله صفاته تليق به والمخلوق صفاته تليق به، أليس كذلك؟ فلو قال قائل واحد مبتدع وده يهتدي يقول طيب لماذا وصف الله نفسه بصفات موجودة في المخلوقين؟ ها وده عسى الله يهديه، يقول لماذا وصف الله نفسه سميع وبصير ويتكلم وينزل واستوى وهذه الصفات كلها موجودة في المخلوقين؟ حتى تورطنا منا من يعطل، منا من يحرف، منا من يثبت. يا ليته وصف نفسه بصفات ليس موجودة في المخلوقين حتى. طيب لو وصف الله جل وعلا نفسه بصفات ليست موجودة في المخلوقين، فقال إن الله سين صاد، إنه جيم عين، إنه خاء دال، وهو الفاء الراء، وهو ياء، وهو ألف، وهو همزة، ماذا سنعرف عن الله عز وجل؟ هل نرجوه؟ هل نخافه؟ هل نعبده؟ لا. لكن لما وصف نفسه بصفات موجودة عند المخلوقين عرفنا الله بكل شيء عليم، على كل شيء قدير، إن الله كان عليكم رقيبا، وجاء ربك، سخط الله، رضي الله عنهم ورضوا عنه، لها معاني. فلو وصف الله عز نفسه بصفات معانيها غير موجودة عند المخلوقين وليست معروفة عند المخلوقين ولا يتصف بها المخلوقون، ما عرفنا الله ولا عبدنا الله. نظير هذا لما خلق الله جل وعلا الجنة ودعا إليها وقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وقال سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، هل ذكر فيها من النعيم ما هو معلوم بالأسماء والمعاني ما في الدنيا أم لا؟ ذكر فيها أنهار من ماء غير آسن، أنهار من عسل مصفى، أنهار من خمر لذة الشاربين، أنهار من عسل من لبن لم يتغير طعمه، من عسل مصفى، صح؟ أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة الشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات. ذكر فيها أزواج، ذكر فيها فواكه، ذكر فيها أعناب، ذكر فيها أشجار، ذكر فيها ظل. هذا كله معلوم لدينا أم مجهول؟ معلوم. لما وصف الملائكة أنهم ذوي أجنحة، معلومة الأجنحة، مع أن التفاوت كبير بدليل أن حتى الأجنحة المرئية مختلفة، في جناح بعوضة، في جناح نسر، في جناح طائرة، في الجناح العسكري، في الجناح السياسي، في الجناح الطبي. الأجنحة كثيرة وهي مخلوقات مشاهدة وتتفاوت في أجنحتها، فما بالك بأجنحة الملائكة؟ أكيد خلق آخر يتفاوت. نعلم معنى الأجنحة لكن لا نعرف كيفيتها، ونعلم بأن الله سميع وبصير
وعليم ويتكلم واستوى على العرش، لكن لا نعرف كيف ذلك. لماذا لا نعرف كيف ذلك؟ ولا يحيطن به، ولا يحيطن به علما. واضح؟ فالله عز وجل لما وصف نفسه بصفات معلومة المعاني والألفاظ عند خلقه حتى يعرف، ولو وصف نفسه أو وصف ملائكته أو وصف الجنة أو النار أو الصراط أو الميزان بكلمات بمعاني ليست موجودة ولا معروفة عند المخلوقين لما عرفوا شيئا. واضح؟ طيب الوقت انتهى؟ طيب، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.